خسائر كثير واكثر انواعها. فقد الصديق الصديق الذي تدعي وتلقاه في يسر وشده، نصيته تجمل وانت وزيت في ظله وزيت. والحقيقه ان في تصفك ودا انت جد في المية واحد، حتى بعض الاقارب ينكر القرب اذا جار الزمان. اكثر الناس وقت العافيه ما عاد احلى من هروجه، وجهت الزحمه كنك من مضي لف وكنه من سبيعه. له يا كل عاقل سايل الناس واعرف من تصاحب، ثم خذها نصيحة لا تصدق سواليف الضحوك. ادرس احوال من وده يساير في خطوة مدية، اللي لقيته